بعض أهل الفرق يقولون إن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه، فيخلق خلقا يعبر عن هذا الكلام القائم في نفسه، وهذا ضلال مبين، لأن الكلام كما سبق إيضاحه معنا في الفقه، الكلام لا يعد كلاما إلا إذا تضمن ماذا؟ لفظا ومعنى. ولذا لا يصلح أن يقال ما في النفس كلام إلا إذا قيد، ولتعلم أن القول والكلام إذا أطلق فإنما المراد منه المعنى واللفظ معا، ولا يمكن أن يكون المعنى، إذ لو كان الكلام هو المعنى القائم في النفس لعد الأخرس متكلما، لأن هناك معنى قائما في نفسه ولا يقول بهذا عاقل. أما إذا قيدت فعلى ما قيدت به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، قيد ما لم تعمل أو تتكلم.